انا السيد معايا طيه وكيقول لي المراه عندها غضبات دابا ومشات لدارهم وحنا واقفين على الطلاق ياك ودي لاباس شنو كاين واش كان شي مشكل وكذا قال لك ودي انا جالس مع الوالده وهي جات وهي عارفاني باللي تنبغي اسمعني مزيان راه غيبان لك هذا الكلام فيه من السفه ما فيه لكن هذا كل ما سمعتوش انا بودني من المعني بالامر نقول راه عباد الله تزيد فيه قال وانا عز عليا البيض يكون طيب بواحد الطريقه هي طيبات وعطاتو شويه العافيه كذا فمن بعد ملي حطاته ليا قلت له وانت عارف اني ما كنبغيش البيض فحال هكا سيري عاودي طيبي لي شنو لا بغيتي داك البيض طيب والراس كلا اخره غير واقفين على الطلاق واقفين على الطلاق وتسطنتها وسير انت دير محاضرات وقول الناس نوعيهم ونقريو وكذا وحدين غيطلقوا على البيض وقال لها بغيت يبقى خضر شويه وقالت لي لا طيحوا في جوفكم بجوج كاع ما تطلقوش اشرفوا وتفرتكوا لينا اسره وطلقوا لنا الدراري بازمات نفسيه ونبداو نقلبوا على عليهم حنا كيفاش نعتقوهم من الشبهات ومن الالحاد لا عنده شي بيت يحضن عليه الله يرحم الوالدين لا عنده شي بيت يحضن عليه بركه غير اهل الفسق والباطل والفجور والكفر خدامين ليل نهار من اجل تشتيت وتدمير الاسره لان هي المعقل الوحيد اللي باقي صرح لازال يحافظ على الاسلام من جيل الى اخر الاسره اللي نايض على الدق كله دابا تجي انت وتعطيها اليوم لقمه سائغه تفرتكها اليوم هكذاك وتخليهم يديروا في المراه ما بغاو يديروا في الراجل ما بغاو يديروا في الوليدات ما بغاو اللي عنده شي بيت يحضن عليه ويجمعوا واحتووا المشاكل ديالهم الا اذا كانت شي مساله التي لا تطاق وتعتبر شرعا انها مدعاه للطلاق ديك الساعه الساعه لا راه الله عز وجل ما اباح الطلاق الا لانه يعلم ان هناك اشخاصا لا يصلحون للعيش تحت سقف واحد فهمنا لكن على الاقل البديه ما تكونش مكعوره